خارجون على القانون يعيثون في ديالى فسادا ويهددون بقتل وحرق منازل لأعضاء في مجلس محافظتها. في محلية العراق أقدم خارجون على القانون في محافظة ديالى على تطويق منزل عضو بمجلس المحافظة عن تحالف السيادة عمر الكروي في ناحية جلولاء. وقال الكروي في بيان إن أكثر من 25 عجلة مظللة يستقلها مسلحون يتبعون لإحدى الجهات المتنفذة طوقت منزله بهدف الضغط عليه للحصول على مكاسب سياسية، مؤكدا تلقيه رسائل تهديد بالاستهداف الشخصي من قبل تلك الجهات المسلحة. إلا أنه قال أيضا إن رسائل التهديد المبطنة لن تكسر إرادة من يشعر بمسؤولية إزاء أهله. في غضون ذلك قالت أيضا النائبة عن ديالى ناهضة الديني إن 19 عجلة مظللة يستقلها مسلحون يرتدون زيا عسكريا هددوا أفراد حماياتها في قضاء المغددية وتجولوا حول منزلها لساعات عدة. ليس ببعيد عن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، إليكم الآن هذه الصور التي تظهر اللحظات الأولى لانتشار الجماعات المسلحة والخارجة عن القانون حول مضيف عضو مجلس محافظة ديالى عمر الكروي. إذن نتابع بالصور التي تظهر عشرات المسلحين الذين استقلوا عجلات رباعية الدفع وهم ينتشرون حول منزل عضو مجلس المحافظة عمر الكروي. السيد عمر الكروي عضو مجلس محافظة ديالى عن السيادة ينضم معنا عبر الهاتف. سيد عمر، طبيعة الوضع حاليا بعد هذا الانتشار، تحدثت عن رسائل تهديد، ما محتوى هذه وفحوى هذه الرسائل؟ وتحدثت عن ضغط لمكاسب سياسية، عن أي نوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة لقناة الشرقية وجمهورها الكريم. احنا نتفاجئ اليوم، يعني مو عضو مجلس المحافظة الأول يعني اللي يحصل إلى تهديد، وإنما حصل تهديد للحاجة ناهدة الدايني وأيضا الأخ فادي الهيبي قبل فترة، واليوم أيضا 25 عجلة مسلحة بسيارات مؤججة بالأسلحة تم دخولها إلى ناحية جلولاء على مرمى السيطرات وعبور السيطرات الموجودة، وبالتالي تم تطويق مضيف احنا نسميه مضيف الديرة وليس مضيف عمر الكروي، يعني مضيف لكل أهل ديالى وبالتحديد أهلنا في حوض حمرين. كانت الرسالة واضحة بأن الرسالة التهديد، أما أن يكون أو يتوجه عضو مجلس المحافظة بالتوجيه اللي نريده وينتخب الشخص المطلوب، أو راح يكون تهديد مباشر وسيتم تصويته خلال الأيام القادمة. احنا هاي الأمور والتفاصيل ما تهمنا بقدر ما يهمون أهلنا في محافظة ديالى. رسالتنا واضحة، رسالتنا لكل أهلنا بديالى بدون استثناء، ما نحكي بمكون عن مكون آخر، وإنما أهل ديالى هم كلهم راية واحدة وعلاقات تربطنا مع كل العشائر الطيبة علاقات طيبة. اليوم الدليل بأن ما حدث في مضيف الديرة بتجمع كل عشائر حوض حمرين وأهل محافظة ديالى، وأيضا كل الأخوة اللي نزلوا تنديدات من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المحافظة، كانت رسالة واضحة بأن ديالى ما تنحكم من قبل هذه العصابات الموجودة والمأجورة اللي بين الحين والآخر يقومون بقطع الطريق. وهناك أيضا رسائل موجودة خلال الأيام القادمة أو يوم غد سيتم قطع طريق المغدادية وطريق جلولاء وفصل هذه المناطق عن قضاء بعقوبة عن بقية المناطق. رسالة تهديد بالعكس، ما زيدنا غير إصرار وقوة في كل المجالات الموجودة. أنا رسالة تهديد أعتبرها وسام شرف بأن أنا ماشي في الطريق الصحيح، لأن هي تعتبر ديالى قنبلة موقوتة. إذا إحنا يومية سد الطرق ويومية مظاهرات على فلان يومية، أما يكون هذا أو ذاك، هذا محل إذا ما يكون القانون. أغلب ذول الموجودين هم عليهم مذكرات 4 إرهاب والقاء قبض، ولحد الآن بالمحاكم، وهاي المذكرات الموجودة داخل المحاكم لم تنفذ لحد الآن.